اهلا بحضراتكم من جديد. من الرياضات الفرديه اللي بتلقى شعبيه كبيره جدا هي الكاراتيه. الحقيقه انه اتحاد الكاراتيه بيضم مجموعه من ابطال الذهب في كل المستويات وكل الاعمار، سواء احنا لو بنتكلم على كاتا او كوميتي. مؤخرا حصد ابطال الكاراتيه الشهر ده 32 ميداليه، 19 ذهب، 5 فضه، نصهم معانا هنا على الترابيزه هتشوفوهم دلوقتي، 8 برونز، وكمان احتل ترتيب اول البطوله الافريقيه في جنوب افريقيا للعام ده 2022. النهارده مشرفني في الاستوديو استاذ محمد دهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ومن الابطال الذهب كابتن طه طارق محمود، لاعب منتخب مصر رجال كوميتيه والحاصل على الاول افريقيا، وكابتن جنه محمود اول افريقيا. مساء الخير عليكم، منوريني. الف مبروك، الف مبروك، وسعداء بوجودكم معانا النهارده، وما شاء الله. يعني انا شايفه الترابيزه مش مكفيه الميداليات. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليكي، ميرسي. عايزه اسالكم عن مشاركتكم طبعا الاخيره في البطوله الافريقيه، يعني كانت عامله ازاي، استعديتوا ازاي للبطوله؟ نبدا معاك يا طه، اتفضل. والله احنا كان عندنا دايما اي بطوله، سواء بطوله دوليه او بطوله ليها علاقه بطوله العالم او دوري عالمي، بنستعد قبلها بفتره، ممكن تقريبا بمده شهر. بيكون ليها معسكرات مغلقه كتير تقريبا، احنا ما بنخرجش من المعسكر غير يوم او يومين، يا دوب بنريح فيهم وبعد كده بنرجع معسكر تاني. بتمرن في اليوم 3 تمارين على حسب البروجرام بتاع الكابتن او الدكتور كمان متفقين عليه. المعسكرات طبعا ما بتبقاش عارفين نكلم اهلنا، مش عارفين نعمل اي حاجه خالص غير احنا بنتمرن وبنستعد للبطوله. وطبعا بس انتوا بتبقوا متعودين بقى خلاص، ومع الاهالي متعودين على مساله انه ما فيش تواصل، وانه احنا في البطوله واحنا في معسكر مغلق، فخلاص احنا بالنسبه لنا دي مهمه رسميه، يعني بنمثل مصر فيها، ومش قادرين احنا نسافر بطوله زي بطوله افريقيا او بطوله عالم وما نجيبش فيها نتائج، لان احنا يعني معروفين ان ابطال مصر كلهم هم مقصود العالم، واحنا لسه محققين من السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها ان احنا الاول على العالم كله في كل المراحل. فما اعتقدش ان بطوله زي دي يعني هنقدر ان احنا نجيب فيها تاني، حتى على الاقل بالنسبه لنا تبقى خساره. فالحمد لله استعدنا لها كويس وجبنا نتائج اللي حضرتك شفتيها. الحمد لله ما شاء الله. جنه، وانت ثانويه عامه وثانويه عامه وكاراتيه وما شاء الله محققه ميداليات كبيره، مبروك البطوله الافريقيه. استعديتي ازاي واحساسك ايه والوقوف على المنصات المتكرر ده، وما شاء الله بنتكلم في اول افريقيا، بيكون احساسك ايه مع حصد هذه الجوائز؟ طبعا المعسكرات زي ما طه قال بالظبط، وبتبقى صعبه طبعا، 3 تمارين في اليوم وحاجات كتير يعني، بس الحمد لله احساسي ان انا لما جبت اول عالم واول افريقيا وحاجات غيرها بقى كان كويس يعني، ما كنتش مصدقه، والحمد لله انا كسبت. كان ماتشاتي صعبه قوي في بطوله العالم، بس انا كنت اعلى منهم. خصومك يعني كانت صعبه يعني. كنت اعلى منهم نفسيا وبدنيا، وحتى كنا متمرنين كويس قوي. فكنت الحمد لله ربنا كرمني باول عالم واول افريقيا وغيرهم الحمد لله. احنا بنتفرج على الصور وبنشوف فيديوهات من البطوله، ده الفاينل بتاع العالم. كسبته 8-0 و نتيجه كبيره ما شاء الله، ما كنتش متوقعه اصلا. كنت بره بقول ان انا هجيب نقطه وكده، وحاول احافظ طول الماتش، فلقيتها فتحت معايا 8-0 الحمد لله، وخلصت قبل التايم بتاعه. فكويس قوي يعني. شايفه يعني لو في نقاط كده اسباب ان انت تحققي نتيجه قياسيه زي دي انت نفسك ما كنتيش متخيلاها، ايه هي الاسباب؟ بركة دعاء الوالدين. ما شاء الله، ربنا يحفظك يا بنتي. ليه ربنا يخليك. طيب اروح لحضرتك ومسألة دعم بقى الاتحاد للعيبة، وده شيء مهم جدا، لان هم بيتكلموا بيقولوا احنا بنبقى بعيد عن اهالينا، معسكر مغلق، من اول انه نحضر لاعب يوصل النهارده يكون بطل افريقيا وبطل عالم، شكل الدعم اللي بيقدمه للاتحاد للعيبة دي. ويمكن احنا الحمد لله رب العالمين بقالنا 5 سنين من يوم ما مسكنا الاتحاد، يمكن حطينا على اول اجنده الاتحاد ان احنا نعمل مكافاه شهريه او راتب شهري للعيبه اللي تجيب بطوله عالم، عشان يبقى حافز ان كل اللعيبه تحاول تجيب بطوله عالم، اول عالم او ثاني او ثالث، بحيث انها تاخد راتب شهري لمده 2 سنين عشان بطوله العالم بعدها ب2 سنين. ودي كانت النتيجه بتاعتها فوق الممتاز، لان احنا في 2019 لعبنا بطوله عالم للناشئين والشباب وتحت 21، نفس البطوله اللي لعبناها المره دي وكنا واخدين فيها اول عالم بجداره. المرة دي احنا لعبنا بطولة عالم المعسكر طول السنة للناشئين والشباب وتحت 21 والكبار، فده دعم كبير قوي من الدولة ومن الاتحاد المصري للكاراتيه ان احنا نعمل معسكر دائم لاولادنا كلهم في جميع المراحل السنية.
عشان حتى لو وصلنا لانجازات معينه نفضل محافظين على انه الوصول للقمه سهل لكن الحفاظ عليها هو الاصعب. فالحمد لله رب العالمين كان لعبنا زي ما طه بيتكلم. بطولة العالم للكبار كانت السنه اللي فاتت في شهر 11، السنه اللي فاتت كانت في دبي، فريق الكبار خد اول عالم بجداره بلا منافس بالنسبه للكوميتيه، وده ترتيب عام تاني علشان الكاتا، بس اليابان اكتر منها في الكاتا شويه، ولكن ابهرنا العالم كله بالنتيجه. كانت اعلى نتيجه تيجي في تاريخ الاتحاد المصري للكاراتيه. السنه دي في الشباب والناشئين الشهر اللي فات، يمكن عشان كده افريقيا كانت كويسه النتيجه بتاعتها، الشباب والناشئين 21 لعبوا بطوله العالم الشهر اللي فات في تركيا، والحمد لله كانت اليابان اول، واحنا وتركيا تساوينا على الاربعه الذهب، فتركيا هي الارض المستضيفه البطوله، خدت الثاني واحنا الثالث، برضه نتيجه مبهره، ويمكن نتيجتها كانت اول عالم الحمد لله. فده ساعد ان احنا في بطوله افريقيا، يعني مش عايز اتكلم بصراحه النتائج اللي قلتيها حضرتك وعدد الميداليات اللي هو 32 ميداليه، واحنا مسافرين ب 36 لاعب ولاعبه، ده انجاز فوق الخيال. اول مره يجي عدد ميداليات الذهب 19 ميداليه ذهب بجداره بلا منافس او منازع لنا، لان الدوله اللي بعدنا كانت المغرب كانت بحوالي 9 ميداليات ذهب، فرق 10 ميداليات ذهب بيننا وبين الثاني. طب حضرتك كنا بنتكلم الجزائر 6 ذهب في نقاط دعم الاتحاد للطلبه، وحضرتك تحدثت عن الحوافز، وطبعا دي نقطه هامه جدا. راتب شهري بنطلعه للعيبه سواء ناشئين او شباب او كبار او اسوياء ذوي الهمم، بنديهم برضه راتب شهري لابطال العالم عشان خاطر نقدر يعني يقدروا يجيبوا الطلبات اللي هم عايزينها، بخلاف البدلات والكلام ده كله، بخلاف المكافآت اللي بتطلع من وزاره الشباب والرياضه بعد بطوله، كل بطوله دوليه سواء عالم او افريقيا. فده ساعد على استقرار اللعيبه، ساعد ان اللاعب ما يحسش ان النادي بيدي له حافز والاتحاد لا، فاصبح النادي بيدي حافز، الاتحاد بيدي حافز اكبر شويه كمان علشان خاطر يقدر اللاعب يستمر ويحقق ذاته في البطولات. لا اخفي عليك سرا ان الحمد لله زي ما طه اتكلم ان احنا مصنفين على مستوى العالم رقم واحد على مستوى العالم في الكاراتيه في جميع المراحل السنيه، لان احنا بنشترك في اجنده الاتحاد الدولي بكل 3 اسابيع بطوله دوليه، الاتحاد المصري بيشارك بيها بكل الاعداد. فده ساعد على ان كل اولادنا سواء ناشئين او شباب او 21 او كبار يكون لهم الحظ انهم يشاركوا في مثل هكذا محافل دوليه، يعني في كل المحافل الدوليه. ويمكن احنا عندنا حدث عالمي في شهر في نهايه شهر يناير في القاهره اسمه البريمير ليج، اللي هو الدوري العالمي، والدوري العالمي البريمير ليج ده عباره عن 32 لاعب، احسن 32 لاعب في كل ميزان، فاحنا عندنا 5 موازين بنين و5 موازين بنات في الكوميتيه، غير بخلاف الكاتا الفردي بنين وبنات، يعني حوالي 12 مسابقه احنا مصنفين فيها برضو الاول اخر بطوله بريمير ليج بنلعبها بقالنا سنه دلوقتي. من بعد بطوله العالم بناخد اول في البريمير ليج بجداره وبننافس على احنا فعلا اول، واولادنا كلهم مصنفين الغالبيه العظمى اوائل العالم واوائل رانك على مستوى العالم. فده انجاز فوق الخيال، محسوب للدوله المصريه، محسوب للرياضه، محسوب معالي وزير الشباب الرياضه. مصر تستاهل اكتر من كده، واولادنا يستاهلوا اكتر، فعلا عاملين اقصى جهد سواء اللاعبين او الجهاز الفني بكامل، موفر لهم جهاز فني من مدرب فتنس، من مدرب تغذيه، من اخصائي نفسي، من طبيب، من مدير فني، من رئيس جهاز، الجهاز كامل عشان خاطر مصلحه اللعيبه، عشان خاطر رفع على مصر. والحمد لله ربنا موفقنا بالكامل، وبامانه ربنا المعالي وزير الشباب الرياضه في كل المناسبات بيكرم الكاراتيه زياده، لان هو برضه ابن الكاراتيه، لكن عشان الكاراتيه بيحقق كل شهر بطوله. فالحمد لله بنطلع البطوله بنجيب اول وبنرجع، فده حاجه نفتخر بيها كلنا. والحدث العالمي اللي هننظمه على ارض مصر هيجي فيه على الاقل 52 او 53 دوله، اكبر بطوله موجوده في تاريخ الاتحاد الدولي اللي هو الدوري العالمي ده. السنه دي في شهر يناير ده هي اكبر عدد واكبر بطوله فيها، لان فيها تكريم اللعيبه اللي هم واخدين اوائل الرانك، اللي هم اسمها جراند وينر، هيتكرموا هنا في مصر كل ابطال العالم فيها. ما شاء الله. طيب انا ارجع لطه، مساله انه انت بتبتدي كاراتيه من امتى؟ علشان النهارده الاهالي بتتفرج علينا، الناس دلوقتي كلها بتودي اولادها التمارين، عندها يعني ما بقيناش زي قبل كده، ما كانش فيه اهتمام بالرياضه بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، وخصوصا الرياضات الفرديه. دلوقتي بقى العكس تماما، الاهالي مهتمه اهتمام كبير برياضات ثانيه غير كره القدم، اللي كانت الناس قبل كده كل ولاد عنده ولد بيمرنه كوره. طيب انت النشأة بتاعتك كانت اخبارها ايه؟ بتلعب كاراتيه من وانت عندك قد ايه؟ وايه شكل التدريبات كانت ازاي في حياتك من وانت عندك كام سنه؟ كنت بتتمرن كام يوم في الاسبوع؟ دراستك عملت ايه في كل ده علشان النهارده توصل انك تكون بطل عالم؟ انا بدات كاراتيه وانا كان عندي 5 سنين. كانت بالنسبه لي لعبه ما كنتش اعرف عنها اي حاجه خالص، لقيت والدتي بتقول لي خش اقف مع زمايلك والعب كاراتيه، انا مش فاهم انا بعمل ايه، الاقي بطله بيضاء بقى حد في أبيض. اخواتك كان بيلعب كاراتيه او في العيله او مفيش حد خالص، هي قالت لي، هي شافت اللعبه دي عجبتها فقالت لي خش جربها،
فانا كنتش حابب الموضوع، بس مره عن مره حبيت الموضوع، لقيت الموضوع ليه اهميه كبيره، لقيت نفسي بعد كده دخلت في نادي، بدات في نادي اتحاد الشرطه، قعدت فيه بتاع حوالي 7 سنين أو 8 سنين، بدات فيه بطولات القاهره والجمهوريه، وكنت بجيب اول القاهره واول الجمهوريه. لكن انا اصلا لغايه سن 15 سنه او 16 سنه كنت بلعب مرحلتين، كنت بلعب كاتا وبلعب كوميتي، وسافرت كمان بطوله عالم ناشئين وانا بلعب كاتا وكوميتي، فدي حاجه مش قليله، يعني دي حاجه كبيره جدا. يمكن اخر حد عمل حاجه زي دي يمكن من التسعينات تقريبا، وانا بعدها كملت المسيره دي، بس انا ما قدرتش ان انا اكمل فيها، ان انا يعني كنت محتاج ان انا امشي على تارجت واحد فكملت الكوميتي. فلما جيت بقى اتنقلت ورحت نادي الزهور، لا هنا بقى بدات ان انا دخلت المنتخب. من ساعه ما دخلت المنتخب انا بجد ما كنتش بشم نفسي خالص، يعني انا يمكن كنت بتمرن الصبح، بعد كده بروح الجامعه، برجع من الجامعه اتمرن تمرينه ثانيه، بعد كده اتمرن تمرينه ثالثه. بس انا هقول لك هنا الايجابيات بتاع الموضوع ده ايه، انه انت الشخص الرياضي من صغره ده بيبقى حاجه ثانيه خالص، عمره ما يروح في اي سكه ملهاش لازمه، يعني اولياء الامور بيبقى ما شاء الله يعني بيبقوا مطمنين على اولادهم بشكل كبير. زي ما انت بتقول كده، انا مش لاقي وقت اخد نفسي، هيلاقي وقت امتى يعمل حاجه غلط؟ بالظبط، دي كانت اهم حاجه كانت والدتي كانت محتاجه ان هي تمشيني فيها، ان انا اكون ماشي صح، ماشي ان انا فعلا عايز ابني نفسي بنفسي. دي الرياضه دي الحاجه اللي فعلا هتخليني ابني شخصيتي وابني مستقبلي وابني ككارير ليا بعد كده، بعد ما انا ابطل اللعبه دي. فدي حاجه كمان انا بعلمها لاي حد لسه هيبتدي لعبه الكاراتيه او اي لعبه فرديه، يا ريت لما تبدا رياضه ابدا رياضه وانت حاببها، ما تبقاش كارهها، لان بعد كده هتبقى حاجه مهمه بالنسبه لك جدا. واوعى في لحظه تفكر في لحظه ضعف او لحظه عصبيه انك تسيب الكاراتيه او تسيب اللعبه الفرديه اللي انت بتلعبها. انا الصراحه مش بؤمن بالالعاب الجماعيه قوي. عديت بلحظات زي دي؟ كتير كتير جدا. يعني في اي مرحله، سواء في مرحله الناشئين شباب رجال، عديت بمرحله كتير، وخاصه كانت اكتر مرحله بالنسبه لي كانت مرحله الاولمبياد. كنت انا محتاج وكنت من ضمن الناس المرشحه. تعب، توتر، ارهاق كتير. ايه اللي كان بيخليك؟ احنا كنا مثلا احنا كان عندنا في السيزون يمكن 8 سفريات وفي كل شهر سفريتين، في بدايه الشهر سفريه وفي اخر الشهر سفريه. ما بينهم بنتمرن معسكرات ليل نهار عشان نستعد للبطوله اللي بعدها. انا ساعتها كان سن صغير وما كنتش متعود على الحاجه دي، في ناس مني كانت خبره عني وكانت شغاله في الموضوع ده من قبل كده، بس انا كانت بالنسبه لي حاجه كويسه وحاجه وحشه. الحاجه كويسه باخد خبره وبلعب مع ناس كبيره، الحاجه الوحشه ما كنتش بجيب نتيجه. بس في الاخر كان عندي تارجت مهم وحققته، اللي هي بطوله عالم بتاعت 21 الكاف تشيل 2019. لما رحت لعبتها لعبت الفاينل مع لاعب من فرنسا، وساعتها اللاعب ده كان مصنف الثاني في الرانج. لما نزلت لعبت معاه انا طبعا ادركت اهميه الشده الرهيبه بقى اللي انت كنت مشدودها دي، والمنافسات الدوليه اللي شاركت فيها، وزي ما انت كنت بتقول ما كنتش بتكسب، لكن الخبره هنا بانت بقى. بالظبط، هنا بقى لما وصلت الفاينل انا كسبت الفاينل وانا فعلا مش فاهم انا بعمل ايه. انا جبت ميداليه ذهب وانا فعلا الخبرات اللي تراكمت من المشاركات السابقه. بالظبط، من بعدها بقى ربنا الحمد لله كرمني وبقيت دلوقتي المصنف الثاني على العالم، وفي كل دوري عالمي بلعبها الحمد لله بجيب اول، مره اجيب تاني، جبت مرتين اول ومره تاني. ده لسه ان شاء الله اللي احنا يعني في بطوله الدوري العالمي اللي هتتعمل ان شاء الله هنا في القاهره. لو ان شاء الله ربنا كرمني وجبت فيها اول، ساعتها هتكرم من الاتحاد الدولي ان انا هكون من ضمن الناس الجراند ويرر، ودي الحمد لله من اول مره تحصل في تاريخ مصر يبقى في 3 مؤهلين للجراند وينر اصلا. فدي حاجه فعلا يعني بنشكر الاتحاد عليها وعلى اهتمامها والوزاره وكل الناس اللي دعمتنا، بجد يعني وفرنا لنا حرفيا كل حاجه. فبجد نتمنى احسن واحسن ان شاء الله، سواء للجيل الصغير او للناس اللي لسه مكمله دلوقتي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. روح لجنه. جنه، ازاي الكاراتيه اثر على حياتك؟ التاثيرات الايجابيه للكاراتيه في حياتك، واذا كان في حاجه سلبيه طبعا ليك الحق انك تتكلمي عنها. والنشاه بقى والحكايه من الاول كده، عايزه ابتدي معاكي رحله من البدايه. ماشي، انا بدات وانا عندي 5 سنين، وبرضه كنا اشقيه انا واختي، فماما ودتنا الكاراتيه. شافت فيكم الموضوع يعني ده كده شكله كاراتيه. اشقيه كنا بنضرب في بعض وكده، فودتنا الكاراتيه، فروحنا برضه ما كناش عارفين اي حاجه في الاول. طورنا بقى لما احنا دخلنا. اكبر منك؟ اصغر منك؟ اختي اول عالم برضه، اكبر مني. كابتن دراوي عارف. فالمهم ان كنا بنجيب بطولات، انا من نادي هي الرياضي، فكنت لازم العب 3 بطولات عشان اوصل لبطوله الجمهوريه، بطولتين وبعدين جمهوريه. فجبت فيهم اول، ربنا كرمني فدخلت تصفيات منتخب وحققت برضو اول الحمد لله. وكان بقى المعسكرات صعبه جدا، السيزون ده كان صعب قوي والمعسكرات، وكان حاجه منافسه بينك وبين اختك بقى، دايما مامتك تقول لك هي حققت كذا انت حققتي كذا؟ لا طبعا، كانت بتتمنى لنا الافضل احنا الاثنين، وكانت بتقول عشان تكوني. ما هنا احنا بنتكلم عن غيره ايجابيه ومنافسه ايجابيه اكيد يعني. طبعا.
فكانت هي حابه لنا الافضل وبتفضل دايما دعمانا وربنا كلانا يعني. ربنا هي فرحه بيكم دايما ويخليها ليكم. وبدات بقى السيزون ده كانت بتفضل برضو معايا عشان انا كنت في اول خالص كنت عندي دروب فكنت رابع ما كنتش بسافر، عدت بطولتين عليا وانا ما بسافرش، فالثالثه برضو روحتها ربنا كرمني في اول روحتها وما حققتش حاجه كنت زعلانه طبعا. صوره مامتك معاكي كنا بنعرفها دي اخر بطوله في افريقيا. دعم الاهل بيفرق كتير يا دنيا. والكباتن طبعا وكل اي حاجه، اي كلمه ايجابيه بتبقى جميله قوي، حتى لو سلبيه باخد السلبيه كانها تحدي. وده بيفرق معايا انها تحدي مش كلمه سلبيه. ايوه كلمه سلبيه بس هي تحدي بالنسبه لي. طيب احنا هنعود نستكمل الحديث مع حضراتكم، لكن دلوقتي اسمحوا لي هروح فاصل ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. نعود لضيوفنا وكنا بنتكلم عن الميداليات اللي تم حصدها في البطوله الافريقيه للكاراتيه، ومعانا نجومنا الابطال الذهب، وكمان معانا استاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. استاذ محمد، عايز ارجع لحضرتك ونتكلم عن وضع اللعبه في مصر، عدد اللعيبه المشاركه في اللعبه، الاعداد دي نسبتها في تزايد، الاتحاد بيشتغل على ده ازاي؟ هو بصراحة بعد دخول الكاراتيه الأولمبياد في طوكيو 2020 وحصول 5 لعيبة من مصر للأولمبياد وحصول فريال أشرف على الذهبية وجيانا فاروق على البرونزية، كنا احنا كنا شغالين على 27 محافظة عندنا فيها نشاط كاراتيه، فيها بطولة جمهورية بتقام في 27 محافظة وفيها إعداد للمدربين وحكام لجميع محافظات مصر، فده ساعد على زيادة عدد اللعيبة اللي موجودة في كل محافظات مصر. مش لا أخفي سرا إن عدد لاعبي ممارسي الكاراتيه في مصر أكبر من أي رياضة أخرى موجودة داخل مصر، عدد اللعيبة بتمارس، احنا عندنا في سيستم الاتحاد حوالي 1,000,000 لاعب مسجل في الكاراتيه، فده إنجاز كبير جدا للاتحاد المصري الكاراتيه والبطولات اللي عندنا ما هو الأهالي بتتشجع وأكيد حضرتك فاهم ده. عايز أقول لك الأهالي لما بتشوف النتائج اللي بتحقق، وعشان كده احنا بنكون عندنا حرص شديد إن احنا نتحدث عن مثل هكذا ألعاب فردية تحقق هذا الحجم الضخم من الإنجازات، الأهالي عايزه تمرن ولادها، عايزه تحافظ على صحه ولادها، هتتجه للعبه تحقق بالزبط هذه الانجازات. يمكن بعد برضو تحدث فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي عن الكاراتيه، يمكن مش بنعمل دورات تدريبيه حتى في محافظات مصر الوجه الابلي، عدد البنات اللي بتمارس الكاراتيه اكتر من عدد البنين في ابلي، عدد البنات اللي بتحضر دورات تدريبيه، يعني مثلا عملت دوره تدريبيه في انا حضر فيها 80 دارس الي 50 بنت موجوده في قلب الدوره، اولياء الامور بيحضروا. دي نقطه فارقه وفارقه انها من الصعيد ممتاز. كمان انا بتكلم يعني على كده، ده دليل على ان الوعي والدنيا اتغيرت عن الاول بكتير جدا، الثقافه مفهوم الرياضه اختلف جامد قوي في مصر. يمكن مش عايز اقول لك مفيش نادي او مركز شباب بيتمرن فيه كاراتيه الا لما تلاقي اولياء الامور هم اللي موجودين قاعدين باولادهم داخل النادي. فدي حاجه برضو ظاهره كويسه جدا طبعا. وحاجه بتقول ان الرياضه مفهومها اتغير في الشعب المصري بالكامل. فانا بقول لحضرتك اكبر عدد ممارسي كاراتيه او رياضه في مصر كلها هي لعبه الكاراتيه، واكثر نشاط في الاشتراك في البطولات الدوليه ايضا هي لعبه الكاراتيه الحمد لله رب العالمين، لان اولادنا بيشجعوا على ان هم يجيبوا بطولات، فده بيخلينا دايما حريصين ان احنا نشترك في جميع البطولات الخارجيه. فده برضو نقله كبيره جدا للاتحاد المصري، خصوصا بعد تكريم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاولادنا اكثر من مره واعطاهم وسام الرياضه من طبقه طبعا. الدوله من الطبقه الاولى والثانيه، وايضا معالي وزير الشباب والرياضه اللي دايما بيقابلهم ويكرمهم ويحفزهم على دايما البطولات ويحضروا المعسكر ويحضروا المعسكر بالظبط، وبيحضر المعسكر في المركز الاولمبي بالظبط، بيحضر تدريبات المعسكر في المركز الاولمبي يحفز الاولاد، فده ساعد على وجود طفره ونقله كبيره جدا للالعاب. فاحنا نتمنى ان يبقى في نظره شويه اعلاميه اكتر، وهي موجوده الحمد لله احسن من الاول بكتير، ولكن عايزين اكتر من كده للالعاب الفرديه بالذات، لان رفع علم مصر خارج مصر دي حاجه كبيره جدا جدا جدا، بيبقى لها شعور مختلف صحيح عند كل الناس حتى اولياء الامور قبل اللعيبه كمان، فدي برضه والله من الحاجات كبيرة الايجابيه اللي بتبقى لافته ايجابيه كبيره في اليوم، انه احنا تقريبا يوميا لما بنفتح الاخبار بنلاقي احد ابطالنا في الالعاب الفرديه بالزبط يرفع علم بلدنا يعني خارج البلد، بيكون احساس وشعور مختلف وكبير، وفعلا الناس حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بقت بتتفاعل مع ده بشكل كبير. طيب جنى، ازاي
لو بقى الامهات بتسمع ولسه الشباب بقى الصغير اللي بيتمرن كاراتيه، ازاي لعيب يخلي نفسه لعيب مميز يوصل انه يحقق بطولات بالشكل ده؟ طبعا يضغط على نفسه في التمرين ويتمرن كويس، ما يهملش في نفسه، ويتابع برضو دكتور تغذيه ويكون دكتور تغذيه. طب خلينا نقف بقى عند الحاجات اللي بتساعدك، الناس اللي بتساعدك، التيم بتاعك اخباره ايه؟ اول حاجه المدربين بتوع النادي، حابة اشكرهم الكابتن اسلام عمر والكابتن احمد ودان مدير فني، وكلهم والله كلهم واقفين جنبي، والكابتن هيبه مدربتي في المنتخب، والجهاز الفني كله، والكابتن تيتو، دكتور مصطفى، دكتور تغذيه، ده دكتور انا بثق فيه جدا وبتعامل معاه كانه مش دكتور خالص، وهو بيقول لي بينصحني كده، ما بيمشينيش على نظام، فانا بعمل اللي هو بيطلبه مني بالظبط. فده كانت حاجه حلوه. بتبقى انظمه غذائيه قاسيه؟ انا بالنسبه لي لا، عشان انا في الميزان الاول وانا وزني مظبوط، فهو كان معايا عادي، بس الغيري طبعا حاجات يعني اول مره اشوفها الصراحه. بس انا الحمد لله يعني عشان ميزان اول وميزاني مظبوط، يعني كانت بالنسبه لي عاديه جدا. وطبعا مدرب الفيتنس كابتن تيتو، احنا طبعا بيستحملنا كتير، واحنا طبعا ضاغطين عليهم برضو زي ما احنا مضغوطين، هم برضو مضغوطين. والاتحاد برضو احب اشكر كل حد وقف جنبي والله، والمدرسين بتوعي والمدرسه وكل ده، عشان هم مستحملين كتير، ساعدوكي تعوضي بقى غيابك المتكرر طبعا علشان البطوله. اشكر ماما وبابا واختي واخواتي كلهم، واشكر ان انا موجوده هنا والرئيس. طيب ارجع لحضرتك واخيرا تقول لي التحديات اللي بتقابل الاتحاد الفتره دي. هو يمكن احنا عندنا طموح كبير جدا ان احنا نجيب ارض الاتحاد عشان نعمل ملاعب، لان برضو المعسكرات عندنا فيها مشاكل شويه، لان المركز الاولمبي مش هيساع منتخب الناشئين والشباب وال21 والكبار. عندي حوالي 100 لاعب بيعسكر في شهر في طول الشهر، فدي برضو محتاجه مننا دفعه قويه. فبنسعى النهارده ان احنا نجيب ارض الاتحاد عشان خاطر نقدر نبني عليها صاله تستحمل التدريبات الموجوده والمعسكرات بتاعتنا. دي اهم نقطه عندنا. انما بالنسبه للبطولات، يمكن احنا حريصين كل الحرص ان احنا نشترك في اجنده الاتحاد الدولي بالكامل، بالعدد اللعيبه بالكامل برضه. ليه؟ عشان خاطر نحافظ على الرانك بتاع اولادنا ودايما يبقوا في المركز الاول باذن الله دايما ان شاء الله. طيب احلامكم؟ احلامنا دايما نكون متفوقين. و ايه البطوله الجايه اللي في دماغك؟ ايه الميداليه الجايه اللي في دماغك؟ وعايزين نوري الناس الميداليات وتكلمنا عن كل ميداليه كده في عجاله. دي ميداليه افريقيا بتاعت 2022، دي اول فردي اول جماعي، دي بالنسبه لي الميداليه دي غاليه، كانت افريقيا برضه. عايزين نمسك كل ميداليه نوريها للناس. اهي دي افريقيا، دي افريقيا 2022 اللي لسه من كام يوم في الشهر بالظبط، ودي برضه زيها بس جماعي. فردي وجماعي. ذهب فردي. دي بقى دخلت البطوله ما شاء الله خدت ذهب فردي وجماعي. الله اكبر. دي بالنسبه لي بقى يعني اهم بطوله ان انا خدت فيها احسن لاعب في افريقيا في 2017. ودي طبعا بالنسبه لي احلى ميداليه خدتها في حياتي، دي بطوله عالم اساتذه. دي ما بتحصلش تقريبا غير كل سنه، اربع سنين زي الاولمبيات بالظبط. البطوله دي بيختار فيها احسن 10 لعيبه بنشارك فيها من كل الدول، كانت بتلعب في امريكا في برمنجهام. كنت المفروض اكون الاول، بس هو يعني حكام ولازم بيبقى اساسه ملعب وحاجه زي كده، بس انا راضي بربنا كاتبه لي، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن واحسن باذن الله. جنه احكي لي بقى عن الميداليات، ميداليه كده الاول. دي اول ميداليه اخذتها كانت، عايزين نمسكها عشان الناس تشوفها. دي اول ميداليه اخذتها كان في قبرص السنه اللي فاتت، دي اول بطوله دوليه العبها. دي كانت تاني واحده افريقيا اللي هي مقامه في مصر هنا، كانت في شهر 12 جبت فيها اول الحمد لله. ودي تالت واحده كانت برده، دي شمال افريقيا كانت مقامه في تونس. دي الكبيره بقى اغلى ميداليه عندي لحد دلوقتي اللي هي بطوله العالم. كانت صعبه طبعا الحمد لله جبتها. ودي بطوله افريقيا اللي هي كانت الشهر اللي فات. بس ما شاء الله مبروك يعني اربعه دهب واحده برونز يعني. كانت اول بطوله اطلعها. طب كويس يعني. كنت بلعب مع مصريين اول تاني وتالت مصريين، فدي حاجه حلوه برضو، مش زعلانه ان انا خسرت من واحده مصريه. شفت الروح الرياضيه عاليه ازاي يا كابتن؟ يا طالعه لاختها كويس، دي روح اللي بتروح جوه الاتحاد. هي واختها الاثنين اوائل العالم الحمد لله رب العالمين. العيله تبقى ان شاء الله. عندكم داخل الاتحاد اسر وعوائل كامله بتكون موجوده داخل الاتحاد؟ في من العينه دي موجوده ان شاء الله الحمد لله.
اتشرفت بوجودكم معايا النهارده وسعيده بوجودكم معايا استاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، كابتن طه طارق محمود، وكمان كابتن جنه محمود. اتشرفت بوجودكم معايا، ان شاء الله دايما يعني ترفعوا علم بلدكم في المحافل الدوليه. شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده. شكرا مشاهدينا، كنت سعيده ان انا كنت موجوده معاكم النهارده في برنامج التاسعه، ودايما اشوفكم على الف خير.